السلام عليكم. اليوم رانا في قسنطينة وروح نشوف نصب نتاع المقاتلين الحرب العالمية الأولى والثانية اللي تم يعني اللي ماتوا في الحروب هذه، واللي فيهم على كل حال عرب مسلمين ويهود ومسيحيين، أسماء مختلفة اختلطت دماؤهم من أجل فرنسا، دفاعا عن فرنسا. إذن دارت لهم هذا النصب تذكاري ووضعت الأسماء نتاعهم نتاع هذا المقاتلين اللي ماتوا من أجل تحرير فرنسا. إذن نروح نشوف هذا النصب، وكذلك نغتنم الفرصة نشوف بعض المناظر على مدينة قسنطينة في مع غروب الشمس. من إضاءة رائعة، ألوان رائعة ما شاء الله. وهنا راح نشوف المنطقة تاع قسنطينة وما حولها وما جوارها. معنا في طاولة تاع الاتجاهات تاع بعض المدن في العالم. هذه هي، إذن نخليكم تتابعوا هذه الرحلة إلى نصب الأموات، نصب الأموات مونيمون أومور في أعلى قمة في قسنطينة
خليكم تتابعوا، والسلام عليكم. راني نحوس على اللائحة تاع الأسماء. إذن هذا مونيومون هي من بنت هذا التذكار للجنود الذين سقطوا من أجل فرنسا الاستعمارية. اسمع علاش لازم نجي ندير البوسطه باش نغني تاع راهي ماركي صوتي باش هذنا. هذه هي الاسماء نتاع الذين ماتوا، اذا كما قلت فيهم مسيحيين ويهود ومسلمين. إذن هذه هي، نخليكم تتابعوا بقى من هذه الرحلة، نروحوا نشوفوا جهة أخرى اللي مقابلة المدينة تاع قسنطينة. سوف نشاهد مدينة قسنطينة تحت الأضواء. وهنا فيه تهيئة وظيفت مؤخرا تهيئة. هنا جاية مقابلة لمدينة قسنطينة، يعني فيه أماكن كثيرة يقدر الإنسان يستراح مع روحه. كاين بدنا نروح نشوف المدينة تاع قسنطينة. Thank you.
إذا التهيئة هذه تمت مؤخرا، لكن لا علاقة لها مع ما هو مهيئ حول النصب هذاك والتهيئة هذه، يعني زوج فضاءات مختلفة تماما. على كل حال هنا راح نشوف جانب من مدينة نتاع قسنطينة. شوف جانب المدينة نتاع قسنطينة، إذن هذه هي هذه هي